ومر عبد الله شفته وشفته امه كمان. يكره بلدنا ربنا يحميه. سجل لي بقى الكلمه دي، سجل لي براحتك. ايوه عشان تشام عبد الله بالميه دول صدق يا استاذين للعدو بلد وبدر وقليل الالف. ما اعرفوش يا عم، انا شفت على شهر انا بس عند النص عارفاه وقاري. فين هنا من تقريبا من حوالي 59 58 سنه. احنا هنا من الحته كلها بنشوف ممثل محترم، فجاه لقيناه ارهابي وقذر وقليل الادب وبيكره بلده وعدو بلده هو ومراته. اسف وساكن هنا في البيت اللي هنا ده، نقول له نقول له ربنا ينتقم منه زي ما بيشتم في الجيش ربنا ينتقم منه، وقذر وقليل الادب. ومش مصر ده، مش مصر ولا مننا. اللي يشتم في جيشنا وفي ولادنا ويموت ولادنا يبقى مش مننا ولا نعرفه، لا هو ولا مراته ولا ولاده. قليل الادب مالها البلد فيها ايه؟ ماله السيسي عمل له ايه؟ والجيش عمل له ايه؟ ده راجل خدنا من الوحل وخدنا من المذابح ومن الدم وانقذنا، ماله ومال؟ ماله ومال الجيش؟ بس يا ابني خلاص كل انا بقول الحته كلها بريئه منه والشرف كله بريء منه. ماشي، ما هو هشام عبد الله ده كان جارنا هنا لغايه ما ظهرت الاخوان في البلد في الثوره. هو اتضم له. وبعد كده بعنا ومش هرب من ضمن الناس اللي هربت. قال له حزب الله ونعم الوكيل. مصر مش هينفع نقول اطفال اكتر من كده يعني. سعيد مصري يعني. بس انت شفت واللي قاعد ده شفته فين؟ وهو شاف، هو شاف الرماله عند 72 سنه. السيسي يا عالم هيجي زي واللي يكرهه يعمل. مش بكامله لا هيدينا حاجه ولا هيزود لي مرتب معاش. ده لما ثبت هنا لما بيجي على التلفزيون شكله اتغير. تشوفوش في التلفزيون ولا تراب مصري يا هشام انت وغيرك. تراب مصري ده مش عارف اقول لك عليه ايه. تراب مصري انا الحاج يحيى عفيفي مختبر، انا هنا الداتا هنا بتاع المنطقه بحكم شغلي يعني، بنخش كل شقه كل بيت كل كلام من ده. هشام عبد الله انا اعرفه من حوالي يعني من سنه 88 87 كده يعني تقريبا. وهو كان صديق لنا هنا وكان في حاله، الدنيا بقى غيرته طبعا الظروف لما لطشت معاه ماشي في اي طريق في اي حاجه. المهم ايه يعني ساب مكانه وساب اهله والناس اللي اتربى معاها هنا وسلك طريق الغلط. لا هو مش فنان ناجح، هو لو كان ليه ادوار كان مشي يسلك طريقه في الفن اللي هو شغال فيه. والله انا ما اعرفوش معرفه شخصيه يعني، ما حضرتوش لاني اول ما جيت سكنت هنا يعني ما كانش لسه، كان اخر ايامه هنا في المنطقه يعني. ما فيش نصيحه هتنفع، هو خلاص يعني دماغه معمول له غسيل مخ بطريقه معينه، فما فيش اي كلام هينفع معاه. كبير انا ليا سنتين هنا في المغسله دي كانت شغاله، لكن اسمع عليه ان هو كان ساكن هنا. اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل، بس مش اكتر من كده. احنا عايزين نستقر بقى وناكل عيش، لان احنا وقف حالنا كتير. والله انا كنت متمنى ما يبقاش موجود خالص وما يجيش هنا اصلا، هو وامثاله. بس انا مسميهم بصراحه البغبغانات. هو اذا كان هو ولا التاني اسمه مطر، ده معتز مطر، ده بغبغ انا كلمه خلاص. مع الواد ده كان معاه فيلم مش محتاج لحاجه، كان بيشتغل في مسلسلات كويس وكل حاجه، لكن مش ورا واحده ضيعت. هو ليه قاعد ندمان دلوقتي؟ مين اللي مراته؟ مراته؟ لا مراته مش مصريه، لا حتى باين على عياله. هو ايوه كان بيمشي حاسب مراته، كنت تبص في الشباك وتشتم وبتاع، تلاقي مظاهرات معديه تقعد تحييهم والناس يشتموها وترد عليهم بالاتقال. هو واحد قاعد ذليل في بلد بيستنى كل شهر ياخد فتافيت عشان يعيش هو وعياله. هل هو كان هيوديكم مدرسه هناك زي هنا؟ مش ممكن. دايما الوحشين ربنا بياخدهم بعيد عن البلد دي، صدقني كلمه بجد. يعني البلد دي ما فيش حد بيقعد فيها بيمسك فيها غير الناس الضخمه الشرفاء. انا خلي بالك انا اتغربت بره بلدي بره مصر 22 سنه. انا ما يكون عندي مشكله حتى لو معلش انا اسف مع اي قياده سياسيه موجوده في البلد. بعمل ايه؟ بروح اخبط على باب وما عنديش اي واسطه ليه ولا معرفه ولا كلام من مصر. لا مؤاخذه معلش مش لا يتحكم فيها هشام عبد الله ولا امثاله، لان مصر اكبر من هشام عبد الله واكبر من اي حد. ما ينفعش يا جماعه والله واحد يتكلم كده وتساب. اي نعم هي الفلوس اللي غيرته وخلت عمل كده، برضه يعني واحد الدولار برضه يا يعني جماعه برضه الفلوس والله بتغير كتير. اللي نزلوا امبارح في المنصه دولت دول كمان مش الشعب. السيسي لو قال لنا انزلوا مش هنبقى 30 مليون، اقسم بالله ننزل 60 مليون في الشارع. عارفاه وجاري، انا ساكنه هنا وهو البيت اللي جنبي، ومش عايز اسمع اسمه اصلا، ده قذر وخاين وعنيف، هو وزوبع والاخران الزباله اللي اسمه محمد ده. هقول له منك لله، منك لله هتضيع مصر يا خاين، عشان مصر مهما كان فيها المفروض ما يشتمش. المفروض مصر دي تتذكر يعني، بس على كل حال ربنا حاميها، هو ده اللي انا واثقه فيه، وربنا جاب لنا السيسي ده على فكره.